يعرفونش هنا إلا أهل الهوى. أنا الشيخ سيد درويش خادم الموسيقى، وأنا محمود بيرة شاعر. فقط أهل الهوى. المصري الناس فاكرة ان المسألة انتهت. الانجليز من ناحية، حكامنا من ناحية، واحنا بين الرحايا. ايه يعني 100 سنة في مصر؟ المهم نبدأ من دلوقتي. قد اوقع القلب في الاشجار والكمد هوى حبيب يسمى المجلس، ولكن للصحافة دور برضه. ربنا يخليك ليه لآخر يوم في عمري.